السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير. أعلنت نيسان الشرق الأوسط ونيسان السعودية رسميا اليوم عن الجيل الرابع والجديد بالكامل من سيارة إكسترا موديل 2023 في حفل إقليمي يقيم في المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. تعد إكسترا الجديدة أحدث سيارة دفع رباعي من نيسان تتحدى المألوف من خلال التصميم المبتكر عالي الجودة وأحدث التكنولوجيا وتجربة القيادة المميزة، وتتوفر بسبع فئات حصرية مختلفة المواصفات، حيث تأتي بصفين أو ثلاثة صفوف من المقاعد ونظام دفع ثنائي أو رباعي، وتعتمد على محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر بقوة 201 حصان وعزم 125 نيوتن متر بتقنية حقن الوقود المباشر. يتصل بناقل حركة سيفتي إكسترونيك مع محول إلكتروني. تأتي الفئة الأساسية مع إطارات حجم 17 إنش ومصابيح أمامية وخلفية LED وقضبان سقف وأجهزة استشعار ووقوف السيارة من الخلف ونظام تثبيت السرعة التكييفي ونظام المحافظة على المسار ونظام مراقبة النقاط العمياء. أيضا يوجد نظام التنبيه من حركة المرور الخلفية، ويمكنها التعرف على إشارات المرور والتحكم الذاتي للأمام والخلف. الفرملة الطارئة مع كشف المشاة. أما الفئة الثانية تأتي بإطارات مقاس 18 إنش وأجهزة استشعار لوقوف السيارات الأمامية ونظام قيادة بروبايلوت شبه المستقل من نيسان، وزجاج يوفر الخصوصية ومصابيح ضباب ومقاعد خلفية قابلة للطي وكسوة من الجلد الصناعي ومقاعد أمامية مدفاة، كما أنها تحتوي على كاميرا بزاوية 360 درجة. أما عن الفئات الأعلى من نيسان إكسترا موديل 2023، تمتلك إطارات 19 إنش وفتحة سقف بانورامية ومرآة رقمية وسطية للرؤية الخلفية وباب خلفي كهربائي وإشارة انعطاف LED وكسوة جلدية مع تطريزات وشاشات معلومات ترفيهية مقاس 12.3 إنش ومجموع عدادات رقمية مقاس 12.3 إنش وشاشة عرض على الزجاج هايد أب ديسبلاي حجم 10.8 إنش وشاحن لاسلكي للهاتف وإمكانية التحكم في المناخ ثلاثي المناطق. تتكون الترقيات الموجودة في TIL على مقاعد مزودة بذاكرة أمامية ونظام صوت من شركة بوش مكون من 10 مكبرات صوت وتنقيد من جلد ناب مبطن ومقاعد خلفية مدفاة وعجلة قيادة مدفاة وباب خلفي كهربائي بدون استخدام اليدين وتشغيل المحرك عن بعد ومظلات للنافذة الخلفية والعديد من الميزات.